راسه هونس راس باتيستا هونس وغير من هونس شغل عادة اشترك مع المدافع بيحاول يحصلها ان اللعبة المدافع الارجنتيني كورنر لفريق الالماني كورنر الاولان جي منه هدف كورنر الثاني ريما راح يلعبها اندار اندار ايضا اندار ل انريكي اندار ايضا اندار انريكي لعبت محمد راجل الله هدف في مرمى المنتخب الارجنتيني تعادل 2-2 هولير هولير يسجل الهدف هولير يسجل الهدف ايضا البديل البديل اللي نزل رقم 9 في بدايه الشوط استلمرا 2-2 هولير هولير في الدقيقه 37 هولير في الدقيقه 37 كوفر ريكي يدفع المدافع الالماني في فاول